أسلاك وظيفة العمومية إسوة زملائنا القدامى كيف ما تدمجوا العرضيين حتى احنا غادي ندمجوا بصاحة الوزير التربية الوطنية هذيك التضليلات الإعلامية اللي كيقول أرصاتي اللي كيقول هذا توظيف جهوي. مساء النور جواد ربيح، استاذ متدرب فوج 2021 شعبه الفلسفه. احنا اليوم كممثلين لفوج 2021 نجسد خطوه نضاليه الى التي دعت لها التنسيقيه الوطنيه للاسد والذين فرض عليهم تعاقد مديريه مراكش، لاننا فعليا نعتبر نفسنا جزءا لا يتجزا من هذه التنسيقيه ومن نضالاتها لادانه. هذه عباره عن ادانه شعبيه للقمع والتعنيف الذي طال الاساتذه والاستاذات في الرباط خلال تظاهراتهم السلميه، تدخل عنيف ليس له اي مبررات. اليوم حنا ندخل الى الخطوه لنؤكد على نفسنا الوحدوي وعلى تكاتفنا المبدئي وعلى اننا صامدون ومستمرون في مطالبتنا السلميه والهادئه والمتعقله بكافه حقوقنا ومطالبنا المتمثله في الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه اسوه بزملائنا المرسمين. هذا الامر عادي، اذا اليوم تنأكدوا تشبتوا، هناك تضامن شعبي واسع مع القضيه العادله للتنسيقيه الوطنيه للاسئله التي نفرض عليهم التعاقد، هناك اجماع نقابي كبير. اليوم نؤكد انه علينا مجددا ان نستغل وان نستثمر هذه الوحده لان مواجهه المخططات الطبقيه لضرب مجانيه التعليم لا يمكن ان تواجهها فئات اخرى، ولكن علينا ان نواجهها جميعا. وتحيه الصمود تحيه نضاليه، وعاش التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد صامده ومناضله ومستقله. الاستاذ مصطفى الكعمه استاذ فرض عليه التعاقد، اذا اليوم الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد بمديريه مراكش يقومون بتجسيد وقفه احتجاجيه ومسيره صامته حدادا على كرامه الرجال ونساء التعليم الذين نكل بهم في المغرب، حيث انه نكل بنا شر تنكيل في شوارع الرباط يومي 16 و17 مارس الحالي. الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب يشكرون عموم الشعب المغربي على تضامنهم معنا. نتقدم خالص الشكر لكافة فئات الشعب المغربي على تضامنهم مع أبنائهم وبناتهم. نعتذر لأبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات حيث أن الأقسام بقيت فارغة، ونشكرهم على تضامنهم بشكل عفوي. نقول لوزارة التربية الوطنية أن تحمل مسؤوليتها في هذا الزمن الدراسي لأبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات. اليوم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يقولون كلمتهم ردا على التضليلات الإعلامية لوزير التربية الوطنية. نقول له على أننا صامدون وعلى متشبثون بحقنا العادل والدستوري في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ونقول له على أن أكذوبة التوظيف الجهوي هي أكذوبة زائفة وسوف نرد عنها بنضالاتنا العادلة والمشروعة، ونقول للحكومة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها فيما يقع من هدر للزمن الدراسي للمتعلمين والمتعلمات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.